بلا بلا بلا. طيب حبايبي يا جماعه يعطيكم العافيه، كل عام انتم بخير. بخير. اولا قبل ما نرفع العذراء بنحطها محلها، بدنا نتشكر رئيس المجلس المحامي إدغار دكوار وكل أعضاء المجلس وكل اللي ساهم في إنشاء هذا المكان الجميل حتى يليق في إمنا مريم العذراء ونرجعها محلها. أيوة شغال منيح يا زلمه، خلاص فيش حاجه، خلاص صح فيش حاجه غلط. احبائي هذا بدي ابونا. طيب خلاص سامحين سامحين. شكرنا رئيس المجلس، بنشكر كل ابناء البلد اللي مشوا هالتطواف في شهر العذراء في يوم العذراء حتى الرجع العذراء بعد شي 5-6 اشهر غياب عن مكانه. قبل ما نصلي نكرس التمثال ونكرس المحل بدي اطلب من الكل، بدنا نصلي كلنا مع بعض مرة ابانا ومرة السلام على ارواح الضحايا الاطفال اللي اليوم ماتوا في مصر نتيجة عمل إرهابي وحش. أطفال 28 35 33 كل مرة شكل بخبرونا، ولكن مش هقل من هذا العدد. بدنا نصلي مرة أبانا مرة السلام على أرواحهم، منكرس التمثال ومنرفع محله. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. خلص يا رب شعبك وباركني طبعا. احبائي بعد ما خلصنا صلاه كمان كلمتين شكر بس، كشافنا حبايبنا اولادنا وشبابنا يعطيهم العافيه على هالمشروع الطويل. تعبوا تعبوا كثير، الله يقويهم. بدنا نشكر ابو فادي الاولى جريس اللي غير التمثال حتى يكون قد المحل، كبروا. شكرا له، الله يتقبل هالتقدمه. ما قلنا شغيله عائل كمان بشكل خاص. وين عائل؟ عائل يعطيه العافيه. شكلنا المجلس وكل اللي اشتغلوا. استنى استنى، وين فادي؟ فادي هون. نزل نزل الأرض. حط على البركة، حط على البركة.
حط شوي على الارض يا حبيبي، حطه على الارض، حطه على البركه.